تعالى يا رمزي، خش يا ابني خش. بيتك ومطرح؟ انت مكسوف ولا ايه؟ لا ما انا عارف يا دولا بيتي. وكويس طبعا ان انت جبت الدولاب بتاعك معاك ما شاء الله. يا رانيا، رانيا خير يا عادل؟ انا جبت رمزي معايا اهو. لا حول ولا قوة الا بالله، مش عارف اقول ايه. بقية في حياتك يا رمزي، بالبقية في حياتك. وانت من اهله. بقية في حياة مين يا دولا؟ ايه ده؟ في حياتنا جميعا يعني، ان شاء الله كل اللي عايشين بتبقى البقية في حياتك. ايه يا رانيا؟ ايه يا رانيا؟ معقولة تقولي له بقية في حياتك؟ كريم يا حاج، لما هقول له ايه في موقف زي ده؟ سيبيه. رمزي، ازيك يا رمزي؟ قلبي معاك يا حبيبي، والله والله هتوحشني، هتوحشني قوي والله. ربنا يخليك يعني يا مرات عمي. والله دولا، هو انا مسافر ولا حاجة؟ ولا انت جايب لي عقد عمل في الخليج؟ هو عقد عمل بس مش في الخليج يعني. وبعدين مش عقد عمل، عقد عمل هو بتبقى ورقه صغيره كده من الصحه يعني. دول انا مش فاهم حاجه يا جماعه. طيب انا هنام فين بقى دلوقتي؟ انت يا سيدي هتنام في اوضتي يا رمزي. ربنا يخليك يا رب يا دولا. اكيد اكيد خايف اسيبه لوحده في البازار. انت بتفكر بحيث ان انا ما اسمعكش قدامي يعني؟ والله يوحشني غباوتك دي، والله توحشني غباوتك دي. احنا هننام فين؟ ايه يا رانيا؟ هننام في اي حته، وهي كلها 16 يوم يعني، ونرجع ننام تاني في اوضتنا يعني. عادل، عادل. ايه؟ مات؟ بقولك ايه يا عادل، مين اللي مات ده؟ ما ان شاء الله ما تتغير اساسا، انا بردانه ومش عارفه انام. لو سمحت ما تسحبش اللحاف. طب اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ مش كفايه ان انا نايم على الارض، انا مع الارض وكمان من غير لحاف. وانا مالي؟ انا مالي؟ انا مالي دلوقتي؟ احنا مش لعبنا ملك وكتابه يا ابن الناس؟ وانت طلعت كتابه يعني انا اطلع انام هنا على الكنبه وانت على الارض؟ ولو بردان اتفضل روح هات اللحاف من جوه من الاوضه. ايه؟ اجيب اللحاف من جوه من الاوضه؟ حرام عليكي، يعني عايز انا اخش اصحيه؟ يعني كفايه بس الكام يوم اللي فاضلينه في حياتي دول ينامهم؟ حرام عليكي، حرام عليكي. بص يا عادل، انا عايز اقول لك على حاجه، انا مستحمله علشان انا عارفه احساسك المجحف المرهف اتجاه ابن عمك، لكن انا هو ده اللي مصبرني، غير كده انا حط لان انا مش عايزه اقلب البيت على دماغك. ايه يا دول؟ ايه يا ابني انت وهي؟ ايه الصوت العالي ده؟ انا مش عارف انام. لوك 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 وراغي وملك وكتابه، ملك وكتابه ايه بالليل ده؟ معلش احنا يعني متاسفين جدا يا رمزي، احنا خش نام انت حبيبي، خش نام. خلاص يا سيدي، قبلت اسفك، بس ما تتكررش تاني، والا والله العظيم ارجع البازار تاني. انا فاهم فاهم. هذا لا خش انت، يلا تصبح على خير، تصبح على خير، خش نام. انا عايز اعرف هو بيكلمك كده ليه؟ معلش يا رانيا، هعمل له ايه يعني؟ هروح اقتله ولا موته؟ ما انت عارفه كلها 16، لا 16 يوم ايه ده، كلها يعني 15 يوم و3 ساعات الا ربع وخلاص. يا غرفه داهيه برضو، عايزه اعرف هو بيكلمك كده ليه؟ يا رانيا، رانيا مش معقوله يعني. احنا اسفين يعني بالنسبه للازعاج يا رمزي، مش هيحصل. لا رمزي نو لحاف انت نو نو مات